انتهت العمليات مال الفلوجه والحمد لله والشكر بانتصار. سحبنا المعدات الثقيله وهيكلناها هنا على مود تدريب المقاتلين لعمليات اخرى. من نريد يصير عندنا عمليه عسكريه؟ يعني احنا ما نقول يابا سايق شفل او سايق بالدوزر. احنا نقول له يابا من هو السايق؟ اصعد اصعد اي اليه معده. كانت شفل، حفاره، بالدوزر يصعد بيها. حاليا فتحوا دوره جديده للمتطوعين الجدد. يعني تقريبا حاليا عندنا تقريبا راح يوصل لعدد 200 سائق او اكثر. الدوره ناجحه وفكره الجهد الهندسي، مديريه الجهد الهندسي زين من قامت بهذا العمل انها فكره ناجحه. ليش؟ حتى الباكر واحد يتعامل بعقله بكل القطاعات بكل الاليات بكل اي، ما تصعب عليه اي مشكله السائق. احنا قاعد نشرح له نظري كذا، مثلا يجيك عدو منا يجيك منا تمشي بمسافه او تشوف مثلا كذا شغله مخفيه هاي اكو بها عبوه. هاي تعتبر دورة تكتيكية بعد عودتنا من معركة الجرمة والصقلاوية. سحبونا إلى هنا إلى مقرنا، هو المقر العام، فسحبونا دورة تكتيكية لمدة حوالي 10 أيام. تدريب السواق على جميع الآليات، فأهم آلية هي آلية الشفل.